الله هون حارست و حامانت مقاله ابو هود لاس قرن لوگوس می آقل حسن شیخ سلیمان آکمیده ها مذاحد قمیت ک مقاله ابو هود ل حرنت جوال ک عین آقل ک ای حال مقاله ابو هود ل و حکودی شیج عنک عقدرن و حنا هلگا که لی قار کمیده مذاحد قمیت ک مقاله ابو هود یولی بسید و کل علمادی ک سو غیب گشی وحان اوغو هرينتي ألقا كهالي اونا دعي مرحوم كا شيخ عمر شيخ سمان او كميد علمد ووين اي مقالد ابو هود لي اساقونا اللو قبريي ان او جنة فردوسة كورابي مرحوم كان جاه مجره مال مجره وبد مجره وحا هلا يؤون ايماني عمل صالح تاسين ستب دار منا وحان كوعل يا سمري ايماني عاو الخير قبا قود يا قاربا الهي سبحانه وحتسال ساسا نقبرينا اهل كييو فاملي قود با قارنا وحين نقول دعائنا مرحومك إلهي وحين نكبر يينا إلهي نقبر يقول نوريه قولك ثابت كالله كسوغو إلهي سبحانه وتعالى روضة من رياض الجنة هو قدقو إلهي سبحانه وتعالى وحين نكبر يينا أهلك يقرابدنا السمر يينا إن الله كسيو أغل حسن الشيخ سليمان وكو غير يودي وقعنك حق دراني دي شيء إلهي وحين نقبر يينا إنو چندي كورابيو قبر جيسا بير بيراه چندا كميدا إنو إلهي كدقو سكرات كوالا في إلهي سعاش إنو فضيه إلهي كتابك سينو ميدك تكسيو حولك النبي الله إنو كورابيو إهليدي وكتغينا سمرية إيمان إلهي إنو كسيو دمانتين سمرية إيمان الله إنو كسيو وحن رتاقنا آسكي الشيخ حسن الشيخ سليمان أهام معلن معمولة وحبرة إنتو وحبرة شريئي إنتو كرنا شيء إهليدي سيبا وحن هو يديننا سمرية إيمان إلهي وحن هو يديننا سمرية إيمان معلن بوها عاقل لووها شقوين بدن بوسكو هايي gaanka xaq daran ba dishay ilaahay ha u naxariisto ay subhanahu wa ta'ala inuu samir iimaan ka siiyo dadka gobolka ay ku nool iyo guud ahaan ba umada Soomaaliyeed markii hore waxaan u duceynaynaa marxuumka in ka dhintay oo qof wanaagsan ahaa oo aqoon yahan ahaa oo sheekh ahluddin ahaa oo aanu qarin wanaag fara badan ilaahay waxaan uga bariinaa inuu ku sugo xaq waxa inaga maanta inala gudboon inaan ilaahayna ka ajar gurubsano ummadana maslaxa ugu talino isagana naxariis ilaahay u weydiin allah ka raadi noqdo allah ka raadi noqdo si guud waxaan ugu tacsiinaynaa dhamaan qaybaha kala gedisan ee gobolka cayn bulshadeeda waayo qof kasto wax tarino oo inaga dhintahay ummado dhan uu ka dhintay way si gaar ah waxaan ugu tacsiinaynaa reer sheekh salebaan dhamaantood si gaar ah waxaan ugu sii tacsiinaynaa awlaadiisi iyo xaaskiisu ka tagay waxaan leenahay dhamaantood ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigooda allah ku soo sabir iyo iimaan maxamed cali bile telefishinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubaland buu hoodle